شارع المتنبي من أكثر شوارع بغداد اكتظاظاً بالأوراق في أي شكل كانت. كيف تأخذ الحروف والكلمات أشكالها على الورق، وكيف يتم تنضيده وحصره بين ضفتي الكتاب؟ سنأخذكم في جولة لمعرفة كل ذلك وأكثر. صوت هذه الآلة لا يفارق هذا المكان. سابقاً اعتاد على صوت طقطقة الطابعة القديمة، انقرضت الآن وجيء بآلات تسهل من عملية الطباعة وتسرعها. التأريخ يحدث نفسه والمطابع تتطور مع الزمن، رغم أن آلات الطباعة هنا ليست حديثة بما يكفي لتقارن بدول أخرى، إلا أنها تفي بغرض أصحابها. أسست الطباعة في العراق في سنة 1902 عن طريق منظمة الكلدان مع الإخوان المسيحيين، أسسوا مطبعة بهذا الاسم. دخلت الصحافة، هم جابوا عمال وجابوا كذا وتمرزة، ومكاين طباعة إنجليزية قديمة استهلكت جت مكانها ألمانية، يعني صار تطور بحركة الطباعة. وهسه مكان الطباعة كلها قاعدة، الكتب كلها، من أقول لك كلها قاعدة ليطبعون برا. ليس الورق فحسب، فهنا تطبع الإعلانات أيضاً، والورق المقوى المستخدم لمختلف الأغراض، الأختام وحتى علب العطور. فطباعة الكتب وحدها لا تسد حاجة العمال اليومية، رزقهم هذا يقضون من أجله وقتاً طويلاً هنا، فعجلة عملهم تستمر بالدوران كما تدور هذه الآلة. احنا هنا شغلنا طبع حراري، اللي طبع اللي شافه الولد الذهبي. هنا هاي الماكينة واللي في ظهرك تصير قالب قص وريقه، يعني لاصق او كرتون يتأطر وينقص تصير علبة. الشغل الحراري اوسع لانه طبع، من هبي تجي ماركة مثلا والكمية ما تالاف، في لزم اي يتضمن ورق كرتون لاصق كليشة تدخل بالشغل وفويل عن طريق ضغط وحرارة يطلع الطبع. آلات طباعة متنوعة تستمر بعملها، ورجال يكرسون وقتهم لجمع الورق بين ثنايا الأغلفة، وشارع يستقطب ما يطبع ليباع على أرصفته والمكتبات. لبرنامج صباحكم علي مروان، يو تي في.